أكيد نحن لسه نتواصل مع كل المشاهدين اللي بيتابعونا. قبل شوية كان معانا المصور حسام وطلع شارع المشتل هنا عشان يشوف الزمن الحاصل برا، يشوف الآراء بتاعت الناس فيما يتعلق بالساعة الزمنية وتغييرها وتحويلها. خلونا نتابع. السلام عليكم، صباح الخير. صباح الخير على كل المشاهدين. نحن لقينا في تقاطع شارع المشتل، نتكلم عن تغيرات الزمن اللي هي كانت في الايام الاخيره، وتغيير الزمن وترجيعه زي ما كان في الاول. معانا اول من المستطلعين. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه، مروه محمد الحسن. بالنسبه للتغيرات، طبعا الزمن رجع زي ما كان، لكن الناس يمكن لسه ما اتاقلمت على الفكره دي، وده بالفكره الجديده وكده. شوية الناس يمكن واحدين كتير ما ظبطوا ساعتهم لسه حتى الآن، يعني تغيرت. مثلا زول بدل ما يصحى الساعة 7 أو هو حيصحى في نفس المواعيد، بس يعين الزمن حيلقى الزمن شوية مختلف، حيتخلع يا أخي الوقت بدري. لا أنت الوقت ما بدري، بس الوقت ياهو، بس الزمن متغير. يعني الوقت في نفسه زي ما كان. مثلا المحاضرات عندنا بتبدأ في نفس المواعيد كده، بس أنت تجي تعاين محاضرة بتبدأ الساعة 8:30 حتلقاها الساعة 7. بالجديد ولا القديم يعني؟ لا القديم حتبدا 8:30. الجديد لا، بالقديم. ايوه انا قاعده في القاعه في بالين الساعه 8 في نفس الوقت بعاين في الزمن الساعه 7. لا الزمن ما بدري، بس ياهو نفس المواعيد، الزمن اتغير رجع زي ما كان زمانك، وهي حاجه بالشكل ده. شكرا، شكرا جزيلا. الله يخليك. الو، السلام عليكم. يا انا ده ميا مشغول في شغلتي، دي ما جايب لي خبر والله عارف انه الزمن كان اتغير. لي فرق معك في حاجه؟ والله ما في فرق، ما فرق في حاجه معك؟ ما فارق معي في حاجه والله. يعني والناس اللي بتجيك الصباح مثلا، حركت الناس، يعني انت لما تفتح الصباح طبيعيه والله، طبيعيه معي والله ما في. لكن بس في انه الساعه كم بس، دي برنامج الناس كله مجتمعين فيه. ساعتك كم اتقلبت لياتو زمن، والزمن ده الساعة كده حاجة بشكل. وانت ضبطت ساعتك ولا ساعة هيك؟ انا ضبطتها ساعتي دي. انت كده بقيت بنفس الزمن، لكن خليت الزمن جديد. بس الساعة 8:30 دقيقة. شكرا جزيلا. السلام عليكم، كيف؟ تمام. نتكلم عن تغييرات الزمن. اي بالنسبه لكم حصل والله عادي، ما في حاجه جديده يعني، بس ضغوطات في قيام الصباح والصبح وكلام زي ده، لكن عادي يعني. هاي ما في اي بدها تنظيمها يعني؟ لا بتتنظم ان شاء الله باذن الله، ماشي في محاوله تنظيمها. هاي وبالنسبه لك يا استاذ؟ لا تمام، يعني كله تمام ان شاء الله. فالواحد كان بقوم الساعه 9 طبعا، يعني يرتاح شويه ثاني يقوم الساعه 8، يعني كويس. ما في مشكله ان شاء الله. تمام، تغيير يعني. ايوه عارف في تغيير. لا لا تمام تمام تمام، ما في مشكله كثير. كايسين الكلام ده والله باذن الله، يعني ما كله تمام، هذول ما في حاجه. الحمد لله. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف يا حاج؟ والله نعم نعم. ها تغييرات الزمن بالنسبه لك كيف؟ والله يا اخي انا طبعا زول معاشي، فزمان احنا كنا في الخدمه المدنيه، الانسان بيجي قبل مواعيد شغله بساعه، فهو ما يأثر بحاجة. إذا هذه الموظف التزم بالحاجة اللي هو باكل فيها عيش وبيجي في مواعيده، والله ما في حاجة، حتى لو غيروا الزمن أو ما غيروا الزمن، لكن برضه مناسب جدا يعني. احنا بنشوفه مناسب، لكن إن شاء الله يعني الإنسان ذاته اللي بيقدم خدمة للجمهور يلتزم في الزمن يعني. احنا 5 دقائق بتفرق معانا يا أخي. والله أنا قديت 40 سنة في هذه الخطوة الجوية السودانية، 40 سنة ما حصل جيت إلا أجي قبل ساعتين واقضي عمليه بجديه. لو العمل ده اصلا ما نافع معايا انا امشي بيتنا يعني. لكن التغيير كويس جدا ومناسب، وهو قابل الزمن الشتوي، ولكن اتمنى كمان السبت ذاته ان شاء الله يعني. ان شاء الله من الاجازه يعني؟ ان شاء الله من الاجازه عادي. يكون يوم عادي. فاتمنى من كده يعني. شكرا جزيلا. وبارك الله فيكم وكثر خيركم، وان شاء الله ربنا يمشي البلد في خير يعني. بارك الله فيكم. السلام عليكم، صباح الخير. كيفك؟ تمام؟ كيف الحال؟ يديك العافيه. اول حاجه كلمنا عن تغيرات الزمن الاخيره دي، وكيف اثرت معاك انت يعني في شغلك وفي عملك يعني؟
والله انا من الناس اللي حضروا الزمن القبلي ده، القبلي الجديد ده كويس، فالزمن ده هو الزمن الطبيعي، واصلا هو تغير من غير مبررات. الزمن الطبيعي كان كويس، يعني الزمن الفات كان افضل من كده بكثير، وده برجع لنا الفتره بتاعت العصر، وترجع ثاني يعني الناس بتنتهي من دواماتها بدري. فاتمنى انه الحياه الثانيه برضه ترجع سلم التعليمي والمدارس والحاجات اللي تغيرت بدون اي مبررات دي. في الناس بتركب معاك مثلا بيسالوك الزمن كم قديم وجديد؟ والله كثير كثير كثير، في ناس متلخبطين شديد والله، ناس يعني ما قادرين ذاته يفردوا بين القديم والجديد وكذا، وفي ناس لسه كمان زمنهم ما غيروه. كيف؟ فغايته الحمد لله يعني انه الله يسلمك الله يبارك. شكرا جزيلا، شكرا لكل المشاهدين. احنا خلاص قدرنا نرصد حركه الشارع من خلال تغيرات الزمن، والكثير منه قال انه الزمن ده هو ممتاز وجميل، وانه ما يعني ما فرق كثير، لكن في نفس الوقت في لخبطه مثلا في مواعيد بعض الناس، فافتكر انه الحاجه دي كويسه، وان شاء الله يعني نقدر نطلع منها يعني زمن جديد ملان عمل وحماس ان شاء الله. شكرا جزيلا لكل المشاهدين. والله تنفع مذيع يا مصطفى يا اخي، استفدت في مواهب مدفونه. تيجي تقعد معانا هنا الخميس الجاي يا جماعه ان شاء الله، مصطفى وشهد على الهواء مباشره في صباح السوداني. يعني حاجه جميله انه ننقل نبض الشارع صح، واحساسهم بتغيير الزمن كيف، وفي ناس قال لك عادي، اي في ناس شايفين انه عادي، وفي ناس شايفين انه هو ما بيفرق. طبعا لانه هو حقيقي ما بيفرق، يعني الزول لما كان بيصحى الساعه 7 لانه بالليل كان بيكون مثلا اذا هو نايم الساعه 10 نفس الشيء اذا انت هسه نمت الساعه 9 حتصحى الساعه 6، فهي الساعه دي انا والله فرق معي في حاجه واحده بس، بالليل الليل بيطول طبعا، الليل بيطول شديد، فانت بتحس انه وقت جرت عين الساعه 8:30 اي ثاني تعمل 500 حياه عين الساعه 10:30 يا جماعه زي ده بيمشوا. لكن زمان كان وقت بيجري بالليل، وكمان يعني عشان ليله الشتاء طويل، دائما الناس بتقول انه ليله الشتاء طويل. شو غني يقول كده؟ مواهب مدفونه عندنا، واحد حيبقى مذيع وواحد عايز يبقى فنان. يا جماعة تابعونا بعد الفاصل الإعلاني، إن شاء الله حنرجع نتواصل معكم في الحديث عن الجزيرة إسلانج واختيار الحي النموذجي في ولاية الخرطوم. خليكم قراب.